يمكن تتبع تاريخ أي أمة من خلال تاريخ تجارتها، لأنها ستحتفظ بالذوق القديم بنفس الملمس والرائحة. بدأت التجارة قديماً من خلال البازارات القديمة، حيث يقوم الناس بتبادل البضائع من كافة أنحاء العالم. اليوم تعتبر الأسواق المركزية في المملكة العربية السعودية من الطراز العالمي، وهي مؤشر للحداثة ومكان لتوفير فرص العمل للجميع. لولو فخورة بأن تكون جزء من هذه الملحمة. في اليوم الوطني هذا، لولو تحتفل بالمملكة وبروح هذه المشاريع.